يوم الجمعة والخطيب يخطب ألاحظ أن بعض الناس يصلي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا كلام، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. لا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، وإنما نهى عن الكلام. أما من دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس، ثم يجلس لاستماع الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا دخل وجلس أمره أن يقوم ويصلي ركعتين. فمن دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. وأما إذا كان قد صلى تحية المسجد وجلس ثم دخل الإمام فإنه لا يقوم إلى نافلة، لا يقوم إلى نافلة، بل يستمع للإمام، فبعد ما يدخل الإمام تنتهي صلاة النافلة. إذا خرج الإمام يعني دخل في الخطبة فإنه ينتهي وقت النافلة. أما من جاء متقدم قبل دخول الإمام فله أن يصلي ما شاء من النوافل، وأقل ذلك تحية المسجد ثم يجلس.